قريب هنا وجابوا السياح من جميع انحاء العالم عشان يزوروا الاماكن هنا بدل ما يروحوا بلدهم. بالنسبه للهدايا التذكاريه، الناس دي ما نسيتش ان كمان الناس بتحب تروح، يعني هيروح الهرم او هيروح مصر لازم هيشتري حاجات لتوت عنخ امون، اللي هيروح فرنسا باريس لازم هيشتري هدايا تذكاريه عن تور ايفل او برج ايفل. الناس دي ما نسيتش كده، راحت البلاد يعني راحوا عندنا مصر لقوا ان احنا بنجيب توت عنخ امون، راحوا مصنعين توت عنخ امون وبقى يبيعوه باسعار حلوه جدا. يعني طفايه توت عنخ امون دي ب 28 يوان، يعني حوالي 35 جنيه. حاجات بتاعت هدايا تذكاريه بتاعت امريكا الجنوبيه والهنود الحمر جابوها برضو، راحوا جابوا تور ايفل او برج ايفل عشان خاطر يبيعوه هنا باسعار رخيصه جدا وجميله، فالسائح يجي يزور المكان وكمان يجيب هدايا تذكاريه ليه ولاصحابه من نفس الحته. احنا هنا زي ما انتم شايفين فوق تور ايفل، بس مش تور ايفل اللي موجود في باريس، تور ايفل الصيني اللي بنوه هنا في ويند اوف ذا وورلد في مدينه شينجن الصينيه. الناس الصينيين هنا مبدعين، ابدعوا كل حاجه موجوده في العالم ابدعوها بطريقه رائعه، حتى لو كانت تور ايفل بنوه بالملي بنفس الديزاين بنفس كل حاجه بنفس الحديد اللي مبني بيه البرج ايفل الحقيقي في باريس فرنسا، ولكن ده مصغر لواحد لتلاتة، يعني ده تلت حجم البرج الحقيقي. السياح بيجوا من جميع انحاء الصين ومن جميع انحاء العالم عشان خاطر اللي ما عندوش المقدره انه يروح يتصور في باريس مع برج ايفل هناك يجي هنا عشان خاطر ياخد احلى صوره ممكن ياخدها مع شبيه برج ايفل. الصورة لو أي حد فيكم جه هنا وأخذ صورة أتحداه إن حد هيعرف إن دي مش موجودة في باريس، لأن بجد عاملينه بالملي بالكلام بكل حاجة، حتى بالليل بينوروه بطريقة رائعة. المنظر من هنا رائع، أجمل حاجة فيه إنك أنت شايف عواصم العالم كلها حواليك، موسكو لندن كل حتة في الدنيا هنا. وأحلى حاجة كمان في المنظر إن هم عاملينه زي الطبيعي بالظبط، إن في أرك دي تريومف أو قوس النصر الناحية الثانية من البرج.